على الأزهر الله أكبر أم الدنيا كمن وأكثر. لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها. الله الله يا رامحين على مصرمين يبعد سلامي في كلمتين. يا أهل الله مشتاق لنسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين. يا ما شاء الله أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، مرحبا بكم جميعا في دروس اللغة العربية في الأزهر الشريف. أول ما نبدأ به أن نصحح الأبيات. إلى أين كنا وصلنا في الأبيات؟ بسم الله نصحح الأبيات مع بعض. وما بتاء وألف قد جمعا يكسر في الجر وفي النصب معا. وما بتاء وألف قد جمعا يكسر في الجر وفي النصب معا. وما بتاء وألف قد جمعا يكسر في الجر وفي النصب معا. وما بتاء وألف قد جمعا يكسر في الجر وفي النصب معا. وما بتاء وألف قد جمعا يكسر في الجر وفي النصب معا. وما بتاء وألف قد جمعا يكسر في الجر وفي النصب معا. أصله وما بتاء، لكن لو قلت وما بتاء ينكسر البيت فتقول وما بتاء وألف قد جمع. كذا أولات والذي اسما قد جعل كأزريات فيه ذا أيضا قبل. كذا أولات والذي اسما قد جعل كأزريات فيه ذا أيضا قبل. كذا أولات والذي اسما قد جعل كأزريات فيه ذا أيضا قبل. كذا أولات والذي اسما قد جعل كأزريات فيه ذا أيضا قبل. كذا أولات والذي اسما قد جعل كأزريات فيه ذا أيضا قبل. كذا أولات والذي اسما قد جعل كأزريات فيه ذا أيضا قبل. وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف. وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف. وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف. وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف. واجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون. 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 وحذفها للجزم والنصب سمة كلم تكوني لترومي مظلمة. 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 وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما. 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 فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد أسر. فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد أسر. فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد أسر. فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد أسر. فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد أسر. فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد أسر. والثاني منقوص ونسبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر. والثاني منقوص ونسبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر. والثاني منقوص ونسبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر. والثاني منقوص ونسبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر. والثاني منقوص ونسبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر. والثاني منقوص ونسبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا
والثاني بقصر النون، لو قلت والثاني ينكسر البيت فتقول والثاني لغة في الثاني. والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر. وأي فعل آخر منه ألف أو واو نوياء فمعتلا عرف. وأي فعل آخر منه ألف أو واو نوياء فمعتلا عرف. وأي فعل آخر منه ألف أو واو نوياء فمعتلا عرف. وأي فعل آخر منه ألف أو واو نوياء فمعتلا عرف. وأي فعل آخر منه ألف أو واو نوياء فمعتلا عرف. وأي فعل آخر منه ألف أو واو نوياء فمعتلا عرف. أواو نوياء بالنقل، أواو نوياء بالنقل ليستقيم الوزن. فالألف أنوي فيه غير الجزم وأبد نصب ما كيدو يرمي. فالألف أنوي فيه غير الجزم وأبد نصب ما كيدو يرمي. فالألف أنوي فيه غير الجزم وأبد نصب ما كيدعو يرمي. فالألف أنوي فيه غير الجزم وأبد نصب ما كيدعو يرمي. فالألف مفعول به، مفعول به مقدم. فالألف أنوي فيه أي أنوي في الألف. والرفع فيه منوي واحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما. والرفع فيه منوي واحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما. والرفع فيه منوي واحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما. والرفع فيه منوي واحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما. والرفع فيه منوي واحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما. والرفع فيه منوي واحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما. ننتقل إلى الشرح إن شاء الله تعالى. صفحة 14 من المكودي. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ يقول وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا كذا أولات والذي اسما قد جعل كأزرعات فيه ذا أيضا قبل. هذا شروع منه في ذكر جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم تعريفه هو ما جمع بألف وتاء مزيدتين. بعض العلماء يسمونه بجمع المؤنث السالم. ابن مالك لم يسمه بجمع المؤنث السالم، وإنما سماه بما جمع بألف وتاء مزيدتين. لماذا؟ لأن الذي جمع بتاء وألف مزيدتين غالبا لا يكون سالما. يعني قلنا إن جمع المؤنث تسميته بالسالم فيه تجوز، لأن كثيرا منه مش سالم. مثلا كلمة السماوات جمع مؤنث سالم ولا غير مؤنث سالم؟ نسميه جمع مؤنث سالم، لكن هل سلمت فيه بناء مفرده؟ مفرده كانت السماء فقط. السماء لم يسلم فيه بناء مفرده، بل جمع السماوات، قلبنا الألف واوا وبعد ذلك حذفنا الهمزة. فتسمية هذا الجمع بالمؤنث السالم تجوز، يعني مجازا. جل ما يجمع هذا الجمع ليس بسالم، فيعبر عنه بقولنا ما جمع بألف وتاء مزيدتين. ابن مالك هو الذي سماه بما جمع بألف وتاء مزيدتين، ولم يسمه بجمع المؤنث السالم، وتبعه في ذلك ابن هشام رحمه الله. فالشيخ يقول وما بتاء وألف قد جمع، يعني كل ما كان مجموعا بألف وتاء يكسر في الجر والنصب معا، يعني جره ونصبه سواء، يجر بالكسرة وينصب بالكسرة. كذا أولات أي وما ألحق به، ما ألحق بجمع المذكر السالم، منها كلمة أولات. لماذا هي ملحقة؟ لأنه لا مفرد لها من لفظها. كلمة أولات. والذي اسما قد جعل كأزرعات فيه ذا أيضا قبل، يعني إذا سمينا إنسانا بجمع المؤنث السالم نجريه مجرى جمع المؤنث السالم في كونه يجر وينصب معا بالكسرة. يعني سمينا إنسان فرحات، ولا سمينا إنسان بركات، ولا سمينا إنسان عرفات، نجريه مجرى جمع المؤنث السالم، بحيث يكون نسبه وجره كلاهما بالكسرة، يجر وينسب بالكسرة، يرفع بالضمة، إلا أنه يجر وينسب بالكسرة إلحاقا له بجمع المؤنث السالم. هذا معنى البيتين. وما بتاء وألف قد جمع، يعني ما كان مجموعا بألف وتاء يكسر في الجر، حكمه في الإعراب أنه يكسر في الجر والنصب معا. كذا أولات أي كذا الملحق بجمع المذكر السالم.
الملحق بجمع المؤنث السالم أقول كذا أولات أي وكذا حكم ما ألحق بجمع المؤنث السالم ككلمة أولات. لماذا هي ملحقة بجمع المؤنث السالم؟ لأنه لا مفرد لها من لفظها. والذي اسما قد جعل يعني وما تمت التسمية به من جمع المؤنث السالم. إذا سمينا إنسان بركات ولا فرحات ولا عرفات ولا أزرعات، إذا سمينا الإنسان بهذا الاسم يجري مجرى جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، فيكون مجرورا ومنصوبا بالكسرة. هذا معنى قوله كذا أولات والذي اسما قد جئل كأزرئات فيه ذا أيضا قبل، يعني أن المجموع بالألف والتاء وهو جمع المؤنث السالم يجر وينسب بالكسرة، فتقول مررت بالهندات ورأيت الهندات، وإنما نسب بالكسرة مع تأتي الفتحة حملا على جمع المذكر السالم لأنه فرع عنه. يقول لك لماذا جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة؟ ألم يكن من الممكن أن ننصبه بالفتحة؟ لو قلت رأيت المسلمات هل فيه مشكلة؟ ما فيش مشكلة، ما فيش ثقل على اللسان ولا حاجة. لماذا لا نقول رأيت المسلمات بالفتح حملا لجمع المؤنث السالم على المذكر؟ يعني جمع المذكر السالم هو الذي تفرع منه جمع المؤنث السالم. جمع المذكر السالم كان مجرورا ومنصوبا بشيء واحد وهو الياء، يعني استوت حالة النصب والجر في جمع المذكر السالم، فنحمل جمع المؤنث السالم على ذلك المحمل فتستوي فيه حالة الجر والنصب وإن كان بالكسرة. مرة أخرى يريد أن يقول لك لماذا لم ننصب جمع المؤنث السالم بالفتحة؟ يقول حملا له على جمع المذكر السالم. طيب كيف حمل على جمع المذكر السالم؟ جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، ينصب ويجر بشيء واحد. أردنا أن نشبه جمع المؤنث السالم بالمذكر السالم في أنه ينصب ويجر بشيء واحد، مش المقصود أننا ننصب ونجر جمع المؤنث السالم بالياء، لا، جمع المذكر السالم هو الذي ينصب ويجر بالياء، ينصب بشيء واحد، ينصب ويجر بشيء واحد ولا بشيء مختلف؟ جمع المذكر السالم ينصب ويجر بشيء واحد ولا بأشياء مختلفة؟ بشيء واحد وهو الياء. فأردنا أن نشبه به جمع المؤنث السالم في كونه ينصب ويجر بشيء واحد وهو الكسرة. واضح؟ هذا معنى قوله وإنما نسب بالكسرة ما تأتي الفتحة، يعني لو فتحنا ما فيش مشكلة، ما فيش ثقل على اللسان ولا حاجة. لو قلت رأيت المسلمات ما فيش ثقل على اللسان ولا أي شيء، لكن لماذا اخترنا الكسرة؟ وإنما نسب بالكسرة ما تأتي الفتحة حملا على جمع المذكر السالم لأنه فرع عنه، يعني جمع المؤنث السالم متفرع عن جمع المذكر السالم. وقدم الجر لأن النصب محمول عليه، يعني لماذا قدم الجر؟ لماذا قدم الجر؟ لماذا نسب بالكسرة؟ ها؟ لماذا نسب بالكسرة بالذات؟ لماذا قدمنا الجر؟ لأن النصب محمول على الجر، يعني الكسر هو السابق ثم يأتي بعد ذلك النصب. وقدم الجر لأن النصب محمول عليه. وقوله كذا أولات البيت هذا هو الملحق بجمع المؤنث السالم، يعني شروع في ذكر ما ألحق بجمع المؤنث السالم، وهو نوعان. ما ألحق بجمع المذكر السالم نوعان، الأول أولات وهو اسم جمع بمعنى ذوات، اسم جمع، قلنا اسم الجمع دائما ما لا مفرد له من لفظه، وهو اسم جمع بمعنى ذوات ولا مفرد له من لفظه، ليس له مفرد. وإليه أشار بقوله كذا أولات، يعني أن أولات يلحق بجمع المؤنث السالم فيجر وينسب بالكسرة، كقوله تعالى وإن كنا أولات حمل. إن كنا الكاف، كلمة كنا اسم كان النون، فأولات خبر كان، كان المفروض أن ينصب بالفتحة لكن جررناه بالكسرة. وإن كنا أولات حمل، كنا كان واسمها، وأولات خبر كان، كان المفروض أن يفتح لكن لماذا جئنا بالكسرة؟ لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم، كقوله تعالى وإن كنا أولات حمل. هذا هو النوع الأول مما ألحق بجمع المؤنث السالم، كلمة أولات.
الثاني ما سمي به من جمع المؤنث السالم، يعني ما تمت التسمية به من جمع المؤنث السالم، فيجر وينسب بالكسرة. وإليه أشار بقوله والذي اسما قد جعل، فتقول في رجل اسمه هندات هذا هندات، ورأيت هندات ومررت بهندات. لو سميت رجلا بهندات ستقول هذا هندات، هذا بركات، هذا عرفات، ورأيت عرفات ومررت بعرفات، ورأيت بركات ومررت ببركات بالكسر. الثاني أي الثاني مما ألحق بجمع المؤنث السالم ما سمي به من جمع المؤنث السالم، فيجر وينسب بالكسرة. وإليه أشار بقوله والذي اسما قد جعل إلى آخره، فتقول في رجل اسمه هندات هذا هندات، ورأيت هندات ومررت بهندات، كما كان قبل التسمية، يعني كما كان ينسب ويجر بالكسرة قبل التسمية تبقيه كذلك بعد التسمية. ومنه أزرعات، كلمة أزرعات اسم موضع بالشام، وزاله معجمة يعني بالزال المعجمة فيه نقط. فأولات مبتدأ وخبره كذا، والذي مبتدأ وصلته اسما قد جعل، وفي جعل ضمير مستتر آيد على الموصول، واسما مفعول ثان بجعل، وكأزرعات متعلق بجعل أو في موضع الحال من الضمير المستتر في جعل. وذا مبتدأ وهو إشارة إلى الحكم المتقدم، وهو إشارة إلى الحكم المتقدم في جمع المؤنث السالم، أنت تقول كذا أولات، كذا أولات التشبيه في ماذا؟ التشبيه في الحكم السابق. أنت تقول كذا أولات والذي اسما قد جعل فيه مثل ذا أيضا قبل، ها؟ التشبيه في ماذا؟ التشبيه في الحكم السابق، وهو الجر والنصب بالكسرة. هذا معنى قوله وذا مبتدأ وهو، أي كلمة ذا أي وهذا الحكم، وهو إشارة إلى الحكم المتقدم في جمع المؤنث السالم. ما هو الحكم المتقدم؟ وهو حمل منصوبه على مجروره، أن تحمل منصوبه على مجروره. وقبل خبره، وفيه متعلق بقبل، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر عن الأول، والرابط الضمير المجرور بفي وهو متعلق بقبل. وتقديره تقدير الكلام، والذي جعل اسما من جمع المؤنث السالم كأزرعات قبل فيه هذا الاستعمال، هذا تقدير الكلام. والذي جعل اسما أي ما سمي به من جمع المؤنث السالم ككلمة أزرعات قبل فيه هذا الاستعمال. ما هو الاستعمال؟ وهو حمل منصوبه على مجروره. انتهينا من جمع المؤنث السالم. سيشرأ الشيخ في شيء آخر وهو ما لا ينصرف. قال ومن مواضع النيابة نيابة الفتحة عن الكسرة، وإليه أشار بقوله وجر بالفتحة ما لا ينصرف. الشيخ يقول وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف، يعني الممنوع من الصرف ينصب بالفتحة إلا في حالتان اثنتان ذكرناهما تحت، إن استعاد شبهيته بالاسم بأن دخل عليه الألف واللام أو أضيف. الممنوع من الصرف ينصب ويجر بالفتحة على العكس من جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم ينصب ويجر بالكسرة، عكسه جمع المؤنث الممنوع من الصرف ينصب ويجر بالفتحة إلا في حالتان اثنتان إذا دخلت عليه ال بأن استعاد شبهيته بالاسم أو أضيف، لأن الإضافة وال من خواص الأسماء فيكون قد تقوى. واضح؟ وجر بالفتحة. ومن مواضع النيابة ومن مواضع النيابة نيابة الفتحة عن الكسرة، وإليه أشار بقوله وجر بالفتحة ما لا ينصرف، يعني أن الاسم الذي لا ينصرف، الاسم الذي لا ينصرف يجر بالفتحة. ولم يذكر الرفع والنصب لأنه على الأصل، يعني الممنوع من الصرف ينصب بالفتحة ويرفع بالضمة، هذا لا يحتاج إلى ذكر، وإنما يحتاج إلى أن يذكر إن كسر فقط. يجر بالفتحة، ذكر الفتحة فقط، ذكر الجر فقط، ولم يذكر إن رفع، لأنه إن رفع يجري على الأصل، وإن نصب أيضا يجري على الأصل. وجر بالفتحة ما لا ينصرف، يعني أن الاسم الذي لا ينصرف يجر بالفتحة. ولم يذكر الرفع والنصب لأنه على العصل السابق. ولما كان جره بالفتحة مشروطا بألا يضاف ولا يدخل عليه ال أشار إلى ذلك بقوله، شيل الواو، أشار إلى ذلك بقوله، مش وأشار،
ولما كان جره بالفتحة مشروطا بألا يضاف ولا يدخل عليه أل أشار إلى ذلك بقوله ما لم يضاف أو يكو بعد أل ردف فشمل أل الزائدة يعني إن زيدت أل نحو أل يزيد. كلمة يزيد كان المفروض أن تمنع من الصرف للعلمية ووزن الفعل، لكن لما دخلت عليه الألف واللام تكون مصروفة. فشمل أل الزائدة نحو اليزيد وغير الزائدة، يعني أل غير الزائدة نحو الأحسن. الأحسن كلمة أحسن كانت ممنوعة من الصرف للوصفية ووزن الفعل صحيح، لكن لما دخلت عليه أل ستكون منصرفة. كلمة اليزيد كانت ممنوعة من الصرف للعالمية ووزن الفعل، لما دخلت عليه أل تكون منصرفة. الأل في اليزيد زائدة لأن الكلمة معرفة قبل دخول الألف واللام عليها، فأل فيها زائدة. هذا معنى قوله سواء كانت أل زائدة أو غير زائدة. أل في كلمة الأحسن مش زائدة، لأن كلمة الأحسن مش معرفة إلا بدخول الألف واللام عليه. يعني أن الاسم الذي لا ينصرف يجر بالفتحة ولم يذكر الرفع والنصب لأنه على الأصل السابق، ولما كان جره بالفتحة مشروطا بألا يضاف ولا يدخل عليه أل أشار إلى ذلك بقوله ما لم يضاف أو يك بعد أل ردف فشمل أل الزائدة نحو اليزيد وغير الزائدة نحو الأحسن. ومعنى ردف تبع، وقوله وجر، وجر بالفتحة ما لا ينصرف. كلمة جر مبني للمجهول إلا أنها يحتمل فعل الأمر، يعني أقول جر الحبل بمعنى أمرك أن تجر الحبل، وإذا ما قلت جر الحبل فقد أخبرت عن كون الحبل مجرورا. يعني كلمة جر تستوي في حالة الأمر والبناء للمجهول حالة الماضي، واضح؟ إذا قلت لك شد الحبل يعني شد هذا الحبل، أمرك بشد الحبل، لكن إذا قلت شد الحبل فقد أخبرتك عن كون الحبل مشدودا. فكلمة جر هنا تحتمل الوجهان معا، تحتمل أن تكون فعلا ماضيا وتحتمل أن تكون أمرا، واضح؟ هذا معنى قوله. وقوله وجر يحتمل أن يكون فعلا ماضيا مبنيا للمفعول. إذا جعلته فعلا ماضيا وما في موضع رفع نيابة عن الفاعل، جر ما لا ينصرف، أخبرك بأن ما لا ينصرف جر بالفتحة، هذا إخبار، عندئذ ما لا ينصرف نائب عن الفاعل. لكن إن جعلته مبنيا للأمر، إن جعلته فعل أمر فما لا ينصرف سيكون مفعولا به، لأنني أمرك أن تجر ما لا ينصرف. واضح الكلام ولا فيه غموض؟ يعني كلمة وجر تحتمل معنيين في البيت، تحتمل أن تكون مبنية للمجهول، عندئذ ما لا ينصرف يكون نائبا عن الفاعل، وتحتمل أن تكون فعل أمر، عندئذ ما لا ينصرف تكون مفعولا به، واضح؟ أهو المثال، شد الحبل أنا أمرك بشد الحبل، جر الحبل أمرك بجر الحبل، لكن إذا قلت لك جر الحبل فمعناه أخبرك بأن الحبل مجرور، واضح؟ هذا معنى قوله. وقوله وجر يحتمل أن يكون فعلا ماضيا مبنيا للمفعول وما في موضع رفع نيابة عن الفاعل، ويحتمل أن يكون فعل أمر وما في موضع نسب على أنه مفعول به. وما في قوله ما لم يضف، كلمة ما لم يضف مدة دوامه، وما في قوله ما لم يضف ظرفية مصدرية، والتقدير مدة كونه، مدة كونه ظرفية مصدرية. الظرفية في قولنا مدة، والمصدرية في قولنا كونه، مدة كونه غير مضاف ولا تابع لأل. ومن مواضع النيابة نيابة النون عن الضمة ونيابة حذفها عن السكون والفتحة، وذلك في خمسة أمثلة من الفعل، وإليه أشار بقوله خرجنا مما لا ينصرف، وسندخل في الأفعال الخمسة. ومن مواضع النيابة نيابة النون عن الضمة ونيابة حذفها أي حذف النون عن السكون والفتحة، يرفع بالضمة، ترفع بالضمة الأفعال الخمسة وتنصب وتجزم بحذف النون، هذا من مواضع النيابة أي من أبواب الإعراب النيابي. ومن مواضع النيابة نيابة النون عن الضمة ونيابة حذفها أي حذف النون عن السكون والفتحة، وذلك في خمسة أمثلة من الفعل أي في الأفعال الخمسة، وإليه أشار بقوله وجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون، يفعلان ألف التثنية وتدعين ياء المخاطبة وتسألون واو الجماعة.
وحذفها للجزم والنصب سمة، وحذفها أي وحذف النون السمة أي علامة للجزم والنصب، أي تجزم وتنصب بحذف النون. ما مثاله؟ كلم تكوني، لم تكوني، تكوني مجزومة بلم، لترومي منصوبة بأن المصدرية، لترومي مظلمة، لم تكوني لترومي مظلمة، يعني منصوبة بأن أن مقدرة، كلمة لترومي منصوبة بأن مقدرة. فقد مثل للجزم والنصب معا في بيت واحد. هذا معنى قوله وجعل لنحوي فعلان النون رفعا، يعني ترفع بالنون الأفعال الخمسة، وفيه التمثيل بما هو بألف الاثنين، وتدعين فيه التمثيل بما هو ياء المخاطبة، وتسألون فيه التمثيل بما هو واو الجماعة. وحذفها أي وحذف النون سمة أي علامة للجزم والنصب، كلم تكوني لترومي مظلمة، لم تكوني مجزومة بلم، ولترومي منصوبة بأن. يعني أن علامة الرفع في هذه الأمثلة الثلاثة تسمى بالأمثلة الثلاثة، لأن يفعلون والتفعلون شيء واحد، ويفعلان والتفعلان شيء واحد، واضح؟ عندئذ ستكون الأمثلة كم؟ ثلاثة فقط، لأن عندك تدعين تفعلين هذه للمؤنثة فقط، لكن يفعلان والتفعلان شيء واحد، ويفعلون والتفعلون شيء واحد، يعني وزنهما واحد، فهي أمثلة ثلاثة بالاختصار إجمالا. بعض الناس يقولون الأمثلة الثلاثة، وبعض الناس يقولون الأمثلة الخمسة، وبعض الناس يقولون الأمثلة الثمانية، كلها شيء واحد، واضح؟ يعني باعتبار إذا قلت الأمثلة الثلاثة باعتبار أن يفعلان وتفعلان شيء واحد، ويفعلون وتفعلون شيء واحد، وتفعلين هي التي انفردت، فكذا ثلاثة. إذا قلت خمسة فباعتبار يفعلان لوحدها، وتفعلان لوحدها، ويفعلون لوحدها، وتفعلون لوحدها، وتفعلين لوحدها. إذا قلت ثمانية باعتبار جعل الحرف علامة للتثنية والجمع، مثلا يفعلون الزيدون، أنا أقول يقوم الزيدون ولا أقول يقومون الزيدون؟ يقوم الزيدون. إذا قلت يقومون الزيدون فالواو الموجود الآن تمثيل دال على الجماعة فقط، يعني الواو علامة، لغة أكلون البراغيث. إذا قلت يفعلون الزيدون ولا قلت يفعلان الزيدان، الألف الموجود في الفعل هذا الألف للدلالة على التثنية ولا للدلالة على الجمع، وبناء عليه ستكون ثمانية. يعني أن علامة الرفع في هذه الأمثلة الثلاثة هي النون، وهذه الأمثلة ثلاثة في اللفظ، يعني هي ثلاثة في اللفظ، لأن صيغة يفعلان وتفعلان تعتبر صيغة واحدة، ويفعلون وتفعلون تعتبر صيغة واحدة، وهذه الأمثلة ثلاثة في اللفظ. وفهم من قوله لنحو، يعني هو قال وجعل لنحو أنها أكثر، يعني هي أكثر من الثلاثة، وتبلغ بالاستقراء إلى ثمانية، يعني إذا نوعنا الأمثلة ستكون ثمانية أمثلة، لأن يفعلان شامل لما كان ألفه ضميرا، نحو الزيدان يفعلان، الزيدان يفعلان الألف فيه ضمير، صحيح؟ الزيدان مبتدأ ويفعلان خبر والألف فاعل، ولما كان ألفه علامة التثنية، نحو يفعلان الزيدان، يفعلان الزيدان، يفعلان فعل مضارع والألف علامة للتثنية، والزيدان فاعل مرفوع، واضح؟ على لغة أكلون البراغيس. ويتضمن أيضا تفعلان بالتاء، فإنه شبيه بيفعلان، وتكون ألفه أيضا ضميرا، نحو أنتما تفعلان، وعلامة التثنية نحو تفعلان الهندان، تفعلان الهندان. وأما تسألون فيكون واوه ضميرا، نحو أنتم تسألون، فأنتم مبتدأ وتسألون خبر، وهو متضمن ليفعلون، يعني يتضمن يفعلون لأنه شبهه. وواو يفعلون يكون ضميرا، نحو الزيدون يسألون، وعلامة جمع نحو يسألون الزيدون. وأما تدعين فلا تكون ياؤه إلا ضميرا، فهذه ثمانية، يعني تصل إلى الثمانية باعتبار، واضح؟ يعني باعتبار اتحاد اللفظ هي ثلاثة، باعتبار عد كل واحد منها هي خمسة، باعتبار كون الواو والألف تأتي علامة على التثنية والجمع هي ثمانية، واضح؟ يقول فهذه ثمانية أمثلة، فهذه ثمانية أمثلة.
اها ماذا بعد هذه ثمانيه امثله؟ وان كانت ثلاثه في التقدير اللفظ. هذه ثمانيه امثله في التقدير وان كانت ثلاثه في اللفظ. فهذه ثمانيه امثله في التقدير. كلمه في ساقطه عندنا، زود كلمه في. ما هي؟ فهذه ثمانية أمثلة في التقدير وإن كانت ثلاثة في اللفظ، يعني هي ثلاثة من حيث اللفظ لكن تصل إلى ثمانية. عرفنا كيف تصل إلى ثمانية وعرفنا كيف تصل إلى خمسة، يعني هي ثلاثة ألفاظ، يفعلان وتفعلان شيء واحد، يفعلون وتفعلون شيء واحد. لكن إن جئت أعد من حيث الألفاظ عندي يفعلان تفعلان، يفعلون تفعلون وتفعلين، كذا خمسة. وعندي إن زودت عليهم كون الحركة كون الأحرف دالة على التثنية والجمع، هيكون عندي يفعلان يفعلان الزيدان، الألف للدلالة على التثنية، ها، ويفعلون الزيدون، الألف للتثنية، وتفعلان الهندان، ها، الألف للتثنية. زود هذه الثلاثة على الخمسة تصبح ثمانية. وإن كانت ثلاثة في اللفظ والنون مفعول بأولي، ها، واجعل لنحو يفعلان النون، النون مفعول به، والنون مفعول أول بجعل، ورفعا مفعول ثان وهو على حذف مضاف أي علامة رفع، والتقدير تقدير الكلام، واجعل النون علامة رفع لنحو يفعلان وتدعين وتسألون. وقوله وحذفها للجزم والنسب سمة أي علامة، وقدم الجزم على النسب لأن النسب محمول عليه، يعني بحمل النسب على الجزم، هي تنصب وتجزم بشيء واحد، وقدم الجزم على النسب لأن النسب محمول عليه. ثم أتى بمثال للجزم وهو قوله كلم تكوني، ومثال للنسب وهو قوله لترومي مظلمة، يجوز في لامه الفتح والكسر والقياس الفتح، يعني كلمة مظلمة يجوز مظلمة ويجوز مظلمة، يقال المظلمة ويقال المظلمة، والقياس فيها المظلمة بالفتح. واعلم أن علامات الإعراب تكون ظاهرة كما تقدم ومقدرة، وذلك في الأسماء والأفعال المعتلة. إذن انتقلنا من الأفعال الخمسة إلى الإعراب التقديري والإعراب الحقيقي، يعني ما تقدر فيه الحركات، ها؟ باب تقدر الحركات جميعها في نحو غلامي. الآن سيذكر لنا متى يكون الإعراب مقدرا ومتى يكون الإعراب ظاهرا. انتقلنا إلى فصل آخر. وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارمة، يعني سمي المعتل من الأسماء كلمة المصطفى، المصطفى آخره ألف لازمة، والمرتقي آخره ياء لازمة، هذه تسمى بالأسماء المعتلة. فالأول الإعراب فيه قدر جميعه، يعني الذي آخره ألف تقدر فيه جميع الحركات، وهو الذي قد قسر وهو المسمى بالمقصور، وقلنا سمي مقصورا لقصوره عن ظهور جميع حركات الإعراب فيه. سمي مقصورا لماذا؟ لقصوره عن ظهور جميع حركات الإعراب فيه. والثاني أي النوع الثاني منقوس، وسمي منقوسا لماذا؟ لنقصانه عن ظهور بعض حركات الإعراب فيه. والثاني منقوس ونصبه ظهر، يعني ونصبه يكون ظاهرا. لماذا يكون نصبه ظاهرا؟ للخفة. ورفعه ينوى كذا أيضا يجر، يعني يرفع بضمة مقدرة ويجر بضمة مقدرة لكن نصبه يكون ظاهرا. يعني أن ما كان من الأسماء حرفا، حرفا حرفا بالتنوين، يعني أن ما كان من الأسماء، عفوا يعني أن ما كان من الأسماء حرف إعرابه ألف، يعني أن ما كان من الأسماء حرف إعرابه ألف قبلها فتحة لازمة كالمصطفى، أو ياء قبلها كسرة لازمة كالمرتقي يسمى معتلا. مرة أخرى، يعني أن ما كان من الأسماء حرف إعرابه ألف، يعني الحرف الذي المفروض أن يعرب لقيناه ألف،
يعني أن ما كان من الأسماء حرف إعرابه ألف قبلها فتحة لازمة كالمصطفى أو ياء قبلها كسرة لازمة كالمرتقي يسمى معتلا. وليس من الأسماء ما حرف إعرابه واو قبلها ضمة، يعني ليس من الأسماء في اللغة العربية ما آخره واو قبلها ضمة، لا مش موجودة عندهم. ما آخره ألف قبلها فتحة، وعندهم ما آخره ياء قبلها كسرة، لكن ليس عندهم ما آخره واو قبلها ضمة، ما فيش. وليس من الأسماء ما حرف إعرابه واو قبلها ضمة لازمة، عندنا ما آخر إعرابه ألف لازمة قبلها فتحة، وعندنا ما آخر إعرابه كسرة ياء قبلها كسرة لازمة، لكن ليس عندنا ما آخره واو قبلها ضمة، ما فيش. في الأسماء العربية لا يوجد اسم آخره واو قبلها ضمة، واضح؟ يوجد في الأسماء الأعجمية، لكن في العربية غير موجود. يعني أن ما كان من الأسماء حرف إعرابه ألف قبلها فتحة لازمة كالمصطفى أو ياء قبلها كسرة لازمة كالمرتقي يسمى معتلا. وليس من الأسماء ما حرف إعرابه واو قبلها ضمة لازمة، وما موصولة مفعول أول بسمي سمي ما، ومعتلا مفعول ثاني. والصلة ما كالمصطفى ومكارمة، والصلة ما كالمصطفى ومكارما مفعول من أجله أو تمييز أو ظرف أو مفعول به. ومن الأسماء متعلق بسمي. ثم إن القسم الأول من المعتل، هنا يبدأ الكلام مرة أخرى. ثم إن القسم الأول من المعتل وهو ما حرف إعرابه ألف لازمة يقدر فيه جميع الإعراب، أعني الضمة والفتحة والكسرة. لماذا تقدر الحركات فيه؟ لتعذر النطق بها، يعني لاستحالة النطق بالحركة على الألف، لأن ذات الألف لا تقبل الحركة، لتعذر النطق بها. نحو قام الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى، ويسمى مقصورا. وقد نبه على ذلك بقوله فالأول الإعراب فيه قدر جميعه البيت. ثم نبه على القسم الثاني بقوله والثاني منقوس، الثاني منقوس البيت، يعني أن القسم الثاني من المعتل يسمى منقوسا، وتظهر فيه الفتحة في حال النسب لخفتها في الياء، نحو رأيت القاضية. إذن المنقوس تظهر فيه الفتحة، وما سوى ذلك تكون الحركات مقدرة على آخره. وتنوى فيها الضمة والكسرة في حال رفعه وجره لثقلهما في الياء، نحو قام القاضي ومررت بالقاضي. ثم أشار إلى المعتل من الأفعال بقوله وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف، فالألف أنوي فيه غير الجزم وأبدي نصب ماك يدعو يرمي. وأي فعل آخر منه ألف، لو لقينا آخر الفعل ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف، يعني هو الذي يعرف بأنه الفعل المعتل. فالألف أنوي فيه غير الجزم، يعني تقدر الحركات ما عدا الجزم فيما آخره ألف من الأفعال، بأن تقدر فيه الفتحة وأن تقدر فيه الضمة. وأبدي نصب ماك يدعو يرمي، تظهر فيه الفتحة لخفتها إذا كان منتهيا بالواو أو منتهيا بالياء، أما الذي انتهى بالألف فتقدر فيه جميع الحركات ما عدا الجزم. والرفع فيه منوي، يعني ونوي وقدر فيهما الرفع واحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما، يعني الأفعال المعتلة تجزم بحذف حرف العلة، وتقدر الضمة والفتحة على المعتل بالألف، وتقدر الضمة فقط على المعتل بالواو أو بالياء. هذا ملخص الكلام، يعني الأفعال المعتلة، الأفعال المعتلة كيف تعرب؟ الفعل المعتل إما أن يكون منتهيا بالألف أو يكون منتهيا بالواو أو يكون منتهيا بالياء، تقدر في جميعها، تقدر في جميعها. إذا جئت الأفعال المعتلة، إعراب الأفعال المعتلة، يعني إذا كان منتهيا بالألف تقدر فيه الضمة وتقدر فيه الفتحة والجزم يكون بحذف آخره. طيب إذا كان معتلا بالواو أو بالياء
تقدر فيه الضمة فقط وتظهر فيه الفتحة لخفتها وتجزم بحذف الألف إنه بحذف الواو وبحذف الياء. واضح الكلام؟ وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف. فالألف أنوي فيه غير الجزم، يعني قدر في الألف غير الجزم، بمعنى قدر فيه جميع الحركات، قدر فيه الضمة وقدر فيه الفتحة. وأبدي نصب ما كيدعو يرمي، إذا كان منتهيا بالواو كيدعو أو منتهيا بالياء كيرمي، فأبدي أي أظهر النصب. والرفع فيه منوي وحذف جازمة، وانوي الرفع فيهما، يعني سواء كان معتلا بالواو أو معتلا بالياء قدر فيها الضمة. واحذف جازما ثلاثهن، احذف الواو واحذف الألف واحذف الياء جازما ثلاثهن، أي الأفعال المعتلة الثلاثة، تقضي حكما لازما، أي تقضي بحكم لازم في اللغة. يعني أن المعتل من الأفعال ثلاثة أقسام: ما آخره ألف نحو يخشى، وما آخره واو نحو يغزو، وما آخره ياء نحو يرمي، وجميع ذلك يسمى معتلا. وأي فعل شرط وهو مرفوع بالابتداء وكان بعده مقدرة ويحتمل أن تكون شأنية، وآخر منه ألف جملة من مبتدأ وخبره، مفسرة للضمير المستكن في كان الشأنية المقدرة، ويحتمل أن تكون ناقصة، وآخر منه اسمها هو يعرب البيت، وألف خبرها، ووقف عليه بالسكون على رغة ربيع، والفاء جواب الشرط. وفي عرف ضمير مستتر آيد على فعل، ومعتلا حال منه مقدم على عامله. وقوله فالألف ينوي فيه غير الجزم، يعني عندك قوله يعني أن ما آخره ألف من الأفعال المعتلة ينوى فيه غير الجزم، وهو الرفع والنصب لتعذر ظهورهما في الألف، نحو زيد يرضى ولن يخشى. زيد يرضى ضم مقدرة، ولن يخشى أيضا فتح مقدرة. والألف مفعول بفعل مقدر من باب الاشتغال، تقديره اقصد ولا اقصد، ويجوز رفعه على الابتداء. وقوله وأبدي نصب ما كيدعو يرمي، يعني أن ما آخره واو كيدعو أو ياء كيرمي يظهر نصبه بالفتحة لخفتها، نحو لن يدعو ولن يرمي. ومعنى أبدي أزهر، وما موصولة وصلتها كيدعو ويرمي معطوف على يدعو بحذف حرف العطف. وقوله والرفع فيه منوي، يعني أن الرفع ينوى في الواو والياء لثقل الضمة في الواو والياء. والرفع مفعول مقدم بنوي. وقوله واحذف جازما ثلاثهن إلى آخره، يعني أن هذه الأحرف الثلاثة أعني الألف والواو والياء تحذف في الجزم، نحو لم يخش ولم يغزو ولم يرمي. وجازما حال من الفاعل المستتر، يعني واحذف حال كونك جازما حال من الفاعل المستتر في واحذف. وثلاثهن مفعول بحذف، ومفعول جازما محذوف تقديره الأفعال، جازما الأفعال الثلاث. وتقدي مجزوم على جواب الأمر. وحكما مفعول به إن جعلت تقدي بمعنى تؤدي، يعني إذا قلت تقدي حكما وضمنت كلمة تقدي بمعنى تؤدي فحكما مفعول به. أو مفعول مطلق إن جعلت تقدي بمعنى تحكم، إذا جعلت تقدي بمعنى تحكم مثل أقعد جلوسا مفعول مطلق، قم وقوفا، تقضي حكما، القضاء والحكم شيء واحد. إذن وكلمة حكما مفعول به إن جعلت تقضي بمعنى تؤدي، أو مفعول مطلق إن جعلت تقضي بمعنى تحكم، كأنه قال تحكم حكما لازما. وهنا وقفنا في النكرة والمعرفة، ننتقل إلى الكتاب الثاني، نقرأ المقدمة اليوم ونشتغل إن شاء الله في الأسبوع القادم. بسم الله الرحمن الرحيم. انظر إلى الشرح. بسم الله، الشيخ يقول المختار أن الجار والمجرور، بسم الله الشيخ يقول المختار أن الجار والمجرور متعلق بفعل مؤخر خاص، وهو هنا أؤلف. يعني إذا جئت إلى الجار والمجرور، بسم الله، الجار والمجرور لا بد له من متعلق، وذكرنا ما معنى التعلق. قلنا إن التعلق معناه الارتباط الحاصل بين الحدث وشبه الجملة، الارتباط المعنوي الحاصل بين الحدث وشبه الجملة، هذا معنى التعلق. ما معنى التعلق؟ الارتباط المعنوي الحاصل بين الحدث وشبه الجملة. مثلا أنا إذا قلت في الدار،
كلمة في الدار هذه لها معنى ولا ما لهاش معنى؟ لها معنى، لكن معناها غير واضح إلا أن أجد متعلقا يتعلق به كلمة في الدار. إذا قلت أجلس في الدار الآن وضحت المعنى، لكن قبل أن أقول أجلس في الدار كلمة في الدار لها معنى إلا أن معناها غير واضحة وغير ظاهرة. واضح؟ إذا قلت على السيارة، على السيارة لها معنى، لكن هذا المعنى غير ظاهر إلا عندما أقول جلس محمد على السيارة، ولا جلس محمد في السيارة، عندئذ تكون المعنى واضحة. بسم الله جار ومجرور، أين يتعلق كلمة بسم الله؟ ما متعلقه؟ يقول المختار أن الجار والمجرور متعلق بفعل مؤخر خاص، وهو هنا أؤلف، يعني بسم الله التقدير يكون حسب المعنى، يعني أؤلف بسم الله، أكتب بسم الله. تستطيع أن تقول أبدأ بسم الله، لكن أبدأ بسم الله شامل للكتابة ولغير الكتابة، فما هو المختار؟ ما هو الوجه الأفضل؟ أن يكون التقدير حسب المعنى. عند تأليف الكتاب أؤلف بسم الله. إذن بسم الله المختار أن الجار والمجرور متعلق بفعل مؤخر، والفعل المتأخر هنا وهو هنا أؤلف، يعني بسم الله أؤلف، الفعل متأخر مش فعل متقدم. لماذا فعل متأخر؟ للاختصاص، أي بسم الله وحده أؤلف، مش أؤلف بسم الله، لا، بسم الله وحده سبحانه وتعالى أؤلف. تقديم لماذا؟ للاختصاص، للحصر، يعني أحصر الاستعانة في الله سبحانه وتعالى، أستعين بالله وحده. بسم الله المختار أن الجار والمجرور متعلق بفعل مؤخر خاص، وهو هنا أؤلف. ابن مالك، هو اسمه ابن مالك أي بواسطة، يعني هو مش أبوه مالك، هو يسمى ابن مالك لكن جده هو مالك، هو اسمه محمد ابن عبد الله ابن مالك، محمد ابن عبد الله ابن مالك، أبوه إذن عبد الله وجده ابن مالك. قال ابن مالك أي بواسطة، فإنه محمد ابن عبد الله ابن مالك توفي بدمشق سنة 672، وفاة ابن مالك سنة 672، وفي البيت الجناس التام بين مالك العلم، ومالك اسم الفاعل، يعني في البيت جناس، الجناس يعني أن يأتي كلمتان متحدتين في اللفظ ومتحدتين في الأحرف إلا أن معناهما مختلف. عندك قال محمد هو ابن مالك، أحمد رب الله خير مالك، عندك مالك ومالك فيهما الجناس التام، والجناس قسمان، جناس تام وجناس ناقص. الجناس التام ما اتحدت فيه أحرف الكلمتين وتباين معناهما، مثل ما ذكره الآن. الجناس الناقص مثل قوله الخيل مربوط بناسيتها الخير إلى يوم القيامة، الخيل والخير يعني مش جناس تام، هو جناس لكنه ليس بتام، لأن الخيل باللام والخير بالراء. واضح؟ وفي البيت الجناس التام بين مالك العلم ومالك اسم الفاعل، مصليا حال مقارنة من فاعل أحمد، ومقارنة الألفاظ وقوعها متصلة، أي أسني على الله حال كوني قائلا اللهم صل على محمد. الحال ينقسم إلى عدة أقسام، عندك حال تسمى بالحال المقارنة. ما هو الحال المقارن؟ ما هي الحالة المقارنة؟ الحال المقارن يعني ما يحدث زمان الفعل. إذا قلت مثلا جاء عبد الله راكبا، راكبا تعرب إيش؟ تعرب حال صحيح؟ الركوب حصل حالة المجيء ولا بعد المجيء؟ حالة المجيء، هذه اسمها الحالة المقارنة، يعني حصل مع ما 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 معه. عندما يقول القرآن الكريم لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. محلقين رؤوسكم ومقصرين حالة الدخول ولا بعد الدخول؟ حالة الدخول، تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، حال مقارنة. لكن عندما يقول القرآن الكريم في الجنة فادخلوها خالدين، ادخلوها خالدين، الخلود يكون عند الدخول ولا بعد الدخول؟ بعد الدخول. إذن عندي الحال المقارن يعني ما يقارن زمانه زمان الفعل، تسمى بالحال المقارنة. واضح؟ هو هنا عندما يقول أحمد ربي
الله خير مالك مصليا. قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا. أحمد مصليا يريد أن يقول لك إن الحمد والصلاة مصليا هو الحال. الصلاة هتكون بعد الحمد ولا مع الحمد؟ ها؟ يعني الصلاة تكون بعد الحمد ولا مع الحمد؟ بعدما أحمد الله سأصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. فأنت الآن هو قال إن مصليا حال مقارنة من فاعل أحمد، لم يجعله حالا مستقبلا وإنما حال مقارنة. هو يجيب على ذلك بأن المقصود بمقارنة الألفاظ وقوعها متصلة، يعني أن تقع بعضها وراء بعض. المقصود بمقارنة الألفاظ مش أقول الحمد لله وحالة الحمد أصلي، لأن يستحيل سأنطق بالحمد أولا ثم أصلي، صحيح، لكنني أسمي مصليا بأنها حال مقارنة من فاعل أحمد. لماذا أسميها بالحال المقارنة؟ لأن المقصود وقوع بعضهما متصلا مع بعض. واضح الكلام ولا فيه أي غموض؟ واضح. يقول مصليا حال مقارنة من فاعل أحمد، ومقارنة الألفاظ وقوعها متصلة، أي أثني على الله حال كوني قائلا اللهم صلي. ثلاثة، يعني عندك الحال الماضية ومختلف فيها، وعندك الحال المقارنة وهي التي معنا، وعندك الحال المستقبلة يعني الذي يأتي من بعد وتسمى بالموطئة. المقدرة تسمى بالمقدرة، يعني التي تقع فيما بعد، الحالة المقدرة. يقول مصليا حال مقارنة من فاعل أحمد، ومقارنة الألفاظ وقوعها متصلة، أي أثني على الله ولا أثني على الله حال كوني قائلا اللهم صل على النبي المصطفى، أي المختار من الخلق. ولم يذكر السلام جريا على عدم كراهة الإفراد، يعني ما ذكرش السلام جريا على عدم كراهة الإفراد. في خلاف بين العلماء، هل يجوز الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بدون كلمة السلام ولا ما يجوز شيء؟ هو مشى بالمذهب الذي يقول بالجواز. ولم يذكر السلام جريا على عدم كراهة الإفراد. المستكملين الشرف، أي شرف استكمله آل النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول يصدق بشرف الإيمان. الشرف المنسوب إلى آل البيت وإلى غيرهم يكون بالإيمان، لأن من لم يكن مؤمنا لا شرف له. هذا معنى قوله يصدق بشرف الإيمان فيعم كل مؤمن. وأستعين الله، أي أطلب منه الإعانة في ألفية، أي على نظم ألف بيت من كامل الرجز، يعني هي من بحر الرجز. مقاصد النحو، أي جل مهماته، جل مهمات النحو. مقاصد النحو بها محوية، أي جل مهمات هذا الفن محوية بها. والمراد به هنا ما يعم الصرف، يعني المقصود بالنحو هنا ما يعم الصرف، لأن ابن مالك سيتكلم على الصرف في آخر الكتاب. والمراد به هنا ما يعم الصرف لذكره فيها. فيعرف ولا فيعرف؟ يعرف النحو بأنه علم، إذا سئلت ما تعرف النحو، علم بأصول يعرف بها أحوال الكلمات العربية، يعني علم بقواعد، القواعد هي المقصود بالأصول، علم بأصول أي بقواعد يعرف بها أحوال الكلمات العربية إعرابا وبناء وصحة واعتلالا ونحو ذلك. هذا تعريف علم النحو الشامل للصرف. قوله إعرابا وبناء للنحو وصحة واعتلالا للصرف. فيعرف بأنه علم بأصول يعرف بها أحوال الكلمات العربية إعرابا وبناء وصحة واعتلالا ونحو ذلك. بها أي فيها، من ظرفية المدلول في الدال، يعني كلمة بها تعني كلمة فيها، فأطلق بها وقصد فيها، فهو من ظرفية المدلول في الدال. تقرب أي تكون سببا في قرب الأقصى بمعنى القاسي أي البعيد، بلفظ موجز أي قليل. وتبسط البذل أي توسع العطاء بمعنى تكسر إفادة المعاني، بوعد منجز أي موفا سريعا، وعد ناجز سريعا. وتقتضي أي تستلزم رضا أي عنها، تقتدي منك أن ترضى عنها لما فيها من المحاسن.
ابن معطي اسمه يحيى توفي بمصر سنة 628 بسبق متعلق بكل من حائز ومستوجب تفضيلا أي فضلا من إطلاق المسبب وإرادة السبب يعني هو بسبق حائز تفضيلا يعني هو بسبق حائز تفضيلا هو لو لم يكن له الفضل لما فضل فهذا من باب إطلاق المسبب وإرادة السبب ما معنى من إطلاق المسبب وإرادة السبب يعني ما الذي سبب له التفضيل كونه فاضلا وهو بسبق مستوجب تفضيلا هو مستوجب للتفضيل كيف استوجب التفضيل لأن الفضل ثابت له فأطلقنا المسبب الذي هو التفضيل وقصدنا به السبب الذي هو الفضل واضح وهو بسبق مستوجب أي فضلا من إطلاق المسبب وإرادة السبب فهمنا ما معنى من إطلاق المسبب وإرادة السبب لو لم يكن ابن معطي ذا فضل لما فضل وهو بسبق حائز تفضيلا هو حائز للتفضيل لا هو حائز للفضل لأن لو لم يكن له الفضل لما استحق التفضيل فالتفضيل مسبب عن الفضل هذا معنى قوله من إطلاق المسبب وإرادة السبب بهبات وافرة أي عطيات تامة في درجات الآخرة في بمعنى مع أي مع درجات الآخرة ونقف عند قوله الكلام وما يتعلف منه إن شاء الله نبدأ الاشتغال في الدرس القادم لأن النسخة توفرت إن شاء الله رجاء كل واحد منا يأتي بكراسة وقلم ونكتب عندما نشرح الكتاب ونكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين الله الله على الأصحاب الله 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 أكبر من الدنيا كمن واكثر لو قلت وصفنا وش حنصف وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين Allah, 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 Allah,